كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية. وقد هنأ معالي وزير الخارجية سعادة السيد أليستر بيرت بمناسبة تعيينه وزيرا لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، متمنيا له النجاح والتوفيق، معربا عن تطلعه لمواصلة تعاونهما معا لكل ما يعود بالنفع والخير على البلدين الصديقين وتعزيز أطر التنسيق في كافة المحافل الدولية. من جانبه أشاد سعادة السيد أليستر بيرت بما يشهده التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من تنوع وتقدم مستمر، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والتقدم.